I have actually seen the Berlin Wall. I saw it before it was demolished, the wall in Germany, which divided Germany from east and west. It reminds me of the Berlin Wall, except that there were soldiers with guns standing at the top of the Berlin Wall. Here there are no soldiers, but I feel intimidated, just as I did. I feel the shadow of the wall, and I'm shocked. To live in a very good life, especially for our children. Used to live in very healthy life, so it's impossible to let them live bird a life like that or living in a dome. It's also wrong. All the views is walls. Even it was green lands and very nice area. من المرعى ومن الزيتونات يعني جميع النواحي مأساة مش مأساة يعني مأساة واحدة لا والله من جميع النواحي لو بي مرة وجان بروع الكبس بالتداء والله ما خلينا سنس لما نطنع عنها ما خلينا الدار وما نطنع عنها ما خلينا حشورة ما كلطنا منها ولا مان سيدنا يرفع لهم زوال ولا ما خلونا عرفونا كل الطرق وعرفونا كل المطار It's strange because when you walk near the wall, it cut the sky into parts. You can see just half sky, and nobody can live with half sky. You know. براد يجينا هلا السور سكر علينا الهواء والشمس بالشتاء بنشوفش الشمس بالصيف سكر علينا الهواء تأثير الجدار إنه هو بمنعني إني أدخل أشوف ستي إلي على هذا الحكي 6 سنين إني أنا ممنوع أفوت كأني يعني بدي أدخل أفجر حالي يعني يعني إني بديش أدخل أشوف ستي المريضة العيانة إن يعني أيامها معدودة إني بجوز يعني بكرة يصير لها إشي يعني أو بعده أو إشي يعني يصير تمرض ممنوع فيش من هذا الحكي إني أنا أدخل أشوف ستي يعني أنا بشوفش أي فرق بيني وبين أي يعني أي سجين فلسطيني جوا السجن نفسه صح أنا موجود في مساحة أكبر بس نفس الإشي الجدار محوطني ومسويني كسجين يعني ما أنا ممنوع أنتقل من أي مكان قديش المساحة اللي أنا مسموح أتنقل فيها كثير صغيرة أنا لما بدي أروح رام الله مثلاً بدي ألف حوالين كل الجدار وعواد النار عمانتك كثير كبيرة عشان الجدار سكر هاي الطريق التأثير الأساسي هو الانتقال يعني أنا مثلا مدرستي كانت ببيت لحم وأنا من سكان القدس فالشغل كل ما كنا بدنا ننتقل من مثلا البيت للمدرسة كانت مشكلة إنه لازم تلف حوالين كل الجدار يعني هي زي ما تحكي بتعبوك بحياتك اليومية يعني بكون في عندك روتين بحياتك والجدار بأثر عليك شخصيا إنه تتعب بزيادة بتعبوك بخلوك بحياتك اليومية تبطل مبسوط بحياتك
وبس الشغل تعب بتعب. يعني الشخص كفرد فلسطيني بده ينتقل من القدس لهون بتعب. شغلة بس تعجيز للناس. يعني شوف، يعني الجدار حرمنا من كثير شغلات، من طبيعة فلسطين، من جمال فلسطين، من حيفا ويافا وعكا، من كثير مناطق حلوة في فلسطين. ممنوع ندخل جوا أراضينا، ندخل على يعني ممنوع أدخل أشوف بلدة اللي أنا تهجرت منها السفلة، باعتبار أني أنا إرهابي وأنا حرام يعني أعيش، حرام أتنفس، حرام أطلع برا هذا الجدار بسبب واحد أني أنا فلسطيني. Effect of this war on me, I'm not going to forget it. In my handbag, I've bought one postcard that I'm going to send to somebody in England. It's a picture of the wall, all the way along. It's the only postcard I have bought that I'm going to send to England. Because people have to know. And if you don't come, you don't know. I'm trying to imagine how I would feel. My children went to school, and when they returned back, they saw it built the whole way in, surrounded like that. So they stood in front of their bedroom windows, and they just cried. بالذات مثلا الناس الساكنين في فلسطين هون يعني في الضفه الغربيه صعب كثير بيت لحم ما بيقدروش يجوا عندي، وهي بتاثر طبعا لانه لو ما فيش جدار كان الناس بيجوا بيطلعوا بيسووا اللي بدهم اياه، بس بما انه موجود جدار بياثر طبعا على الحركه الاجتماعيه تبعت كل الناس. Would not be right in my head. It would kill me to live there. I wouldn't be able to do it. And who in this world has the right to do that to another human being? That's a form of torture. And that's what I think. And I think under all circumstances it's wrong. I thought that before I came, and if I had any doubt, I know now because I've seen it myself. طبعاً بتشوف القدس فيها كثير سياح، في مجالات يدخلوا السياح زي ما بدهم. السياح برضو بيشوفوا الجدار مش بس كشغلة سياحية يشوفوها، عمره ما بيشوفوها في محل تاني في العالم، بيشوفوها برضو هم انه شو في ورا، في خوف برضو في الموضوع، يدخلوا ويشوفوا الموضوع. يعني كثير منهم بتحيروا يدخلوا على الضفة مشان موجود جدار، يعني برضو بخافوا من الشغلة شو فيه. فيعني الواحد بيشوف فرق السياحة بين هون وبين القدس كثير.